مدينة العلمين الجديدة، وزي ما بنتكلم مع حضراتكم من بداية مهرجان العلمين السنة دي، فعاليات مختلفة وفعاليات رياضية وفنية وثقافية، وصيف مختلف وتجربة صيفية استثنائية بتتقدم للسائح اللي موجود في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين. وده الحقيقة يعني بيؤثر بشكل كبير على حركة السياحة هنا، وده كل الناس ملاحظاه. ازاي هذه المدينة الجميلة استعدت، درة البحر المتوسط استعدت ازاي مدينة العلمين لاستقبال ضيوفها ضمن مهرجان العلمين؟ اكيد كان في شغل كبير بيحصل على الارض علشان الناس تستعد لاستقبال العدد الكبير ما شاء الله من زوارنا في مدينة العلمين من مختلف دول العالم والوطن العربي. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع استاذ محمد عمر، مدير قطاع التسويق والمبيعات. مساء الخير على حضرتك، وبالتاكيد في هذا الموسم الصيفي الاستثنائي اللي يعني موجود في مدينة العلمين وبنشاهد فعالياته من البداية، من بداية مهرجان العلمين، وبقالنا اسبوعين بنشهد فعاليات رياضية وفعاليات فنية وثقافية مختلفة عن اي تجربة صيفية تاني. ازاي استعديتم لاستقبال هذا الموسم؟ طبعا مهرجان العلمين السنة دي هو مهرجان مختلف تماما، هو مش بس مهرجان فني، هو مهرجان فني، وكان عندنا مهرجان كروي كبير جدا، كان فيه كبار رجال الكورة يعني واللعيبة بتوع زمان جم لعبوا بطولة شاطئية هنا كانت ناجحة جدا، دوري الجيل الذهبي. بالظبط، الجيل الذهبي، كابتن حسن شحاتة طبعا كانوا كلهم هنا، استضفناهم ولعبوا يعني فقرات هائلة جدا. كنت بتشجع اي فريق؟ يعني الكابتن هو اللي كسب اخد الدوري طبعا، كابتن حسام غالي حبيب كلنا الكل كلنا كنا بنشجعه طبعا طبعا. وبعد كده كان عندنا طبعا الافتتاح بتاعه المهرجان، كان عندنا الفنان تامر حسني، كانت حفله مليونيه يعني، كانت ناجحه جدا جدا بطريقه بدايتها مختلفه وطريقه العرض والاضاءه، وكنا عارضين حتى عشان كل الجمهور يقدر يتابع الحفله حتى اللي ما قدرش يدخل، كنا عارضينها على كل الشاشات الكبيره في مدينه العلمين لكل الجماهير تقدر تتفرج عليها مجانا. دي نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد، احنا اهتمينا بالموضوع ده جدا، انه الضيف اللي جاي سواء هو حضر الحفله جوه ودفع التذكره ودخل، او كمان موجود على الممشى السياحي بيتمشى، يقدر انه يستمتع بالاغاني ويعيش حاله السعاده والفرحه اللي بتعملها الموسيقى. بالزبط. ويتبسط. كنت بتعرضوها على الشاشات؟ كنا بنعرضها لكل الناس المره اللي ماشيين على المشايه، اللي بيترددوا على المول، اللي بيترددوا على الفنادق، وكنا عاملين اناونس في كل مدينه العلمين ان في سبوتس معينه هي اللي كانت هتذيع الحفله لكل الجمهور، وكان اقبال هايل جدا جدا، وكانت حقيقي حاجه منظمه وكان شكلها لطيف جدا لكل الناس. الاقبال شكله عامل ازاي السنه دي؟ ونوعيه السياحه اللي بتقدم السنه دي في المدينه اعتقد انها ما هيش نوعيه واحده، او هي سياحه شاطئيه زي ما احنا متعودين فقط. بالظبط، في الفعاليات الكتير اللي بتحصل ضمن المهرجان اكيد فرقت، واكيد استعداداتكم ليها برضو يعني كانت مختلفه، وانعكاساتها على اعداد الوفود اللي موجوده اكيد يفرق. طبعا احنا السنه دي الحمد لله يعني اول مره يفتتح مطار العلمين الدولي رسميا، والحمد لله كنا لينا حظ كبير ان احنا قدرنا نعمل تسويق في دول كبيره في اوروبا، وكنا رحنا دوله التشيك، ورحنا كازاخستان، ورحنا المانيا، وكل ده استقطبنا منه اعداد سياح هائله جدا للفندق ولمدينه العلمين كلها الحمد لله. وثانيا طبعا احنا من اهم السيجمنتس اللي عندنا، او من اهم الشرائح اللي عندنا، السائح الخليجي اللي بيجي يلاقي كل حاجه بيحبها هنا، البحر والجو والسهر وكل حاجه، فاحنا دي من اهم القطاعات اللي كنا بنستهدفها، السائح الخليجي والسائح الاوروبي اللي اول مره يجي مدينه العلمين ويجرب الفنادق ويجرب الخروجات، فكانت التجربه ناجحه جدا جدا، وده اثر بايجاب كبير جدا على الاعداد بتاعتنا اللي موجوده في مدينه العلمين وكل الفنادق اللي حوالينا في السيزون ده ان شاء الله. استاذ محمد، كل الاليات اللي حضرتك بتتكلم عنها والتطوير اللي حصل في استراتيجيه حتى التنميه السياحيه، فكر مختلف للجمهوريه الجديده، ازاي شايف المردود الاستثماري والاقتصادي لده على السياح؟ طبعا احنا دلوقتي الفنادق زي ما قلت لحضرتك، احنا كان اي دراسه جدوى لاي مالك بيعمل فندق بيدرس ان هو في مدينه الساحل او في العلمين بيفتح 3 شهور الصيف وبيحاول يماكسمايز البروفيت او الان او بي بتاعه في الفتره دي، ويوصل بعد كده في الشتاء معدل المكسب لاعلى حاجه. بالظبط بالظبط، صافي الربح اللي بيزيد في فتره الصيف، وفي الشتاء بيقفل وبيصرف على المنشاه الفندقيه بتاعته. فطبعا التوجه دلوقتي ان احنا كلنا نفضل فاتحين في فتره الشتاء، ونحاول نجتذب سياحه مختلفه عن حتى لو الجو مش بيساعدنا، على الرغم من ان اهم نقطه تميز مدينه العلمين ان الجو فيها طوال الشتاء
مش سيء للغايه، مثلا ما فيش نواه غير في اقل من شهرين بالظبط، لكن بقيه العام كلها الحمد لله شغالين سياحه كويس جدا وشغالين مؤتمرات كويس جدا جدا. فبنكمل وبنحاول نوصل للناس كلها ان هي تفضل شغاله كويس عشان يعود بالاستثمار على الفنادق كلها وعلى مدينه العالمين وعلى مصر كلها. سياحه المؤتمرات ده كمان عنوان جديد لجمهوريتنا الجديده طبعا. ويمكن مدينه شرم الشيخ طبعا بتتفرد في ده، نقدر ان احنا نشوف ده برضو على ساحل البحر الابيض المتوسط من خلال مدينه العالمين، لان الحقيقة بتمتلك كل المقاومات اللي ممكن تكون موجودة في مدينة. يعني اللي جاي مؤتمر في مدينة العالمين ده أكيد هيكون مستمتع وهو بيشتغل. طبعا طبعا، لان هو يعني بيبقى استمتاع بالجو واستمتاع بالفاسيليتيز بتاعه الفندق، الموقع كمان قريبه من كل حاجه طبعًا. يعني ده اهم حاجه طبعا. فاحنا طبعا لما ابتدينا دلوقتي طبعا زي ما حضرتك شايفه الابراج دلوقتي بقينا 13 14 برج على الشاطئ، ففي خلال سنتين ثلاثه طبعا بدل ما احنا دلوقتي 4-5 فنادق في العالمين هنتوسع اكتر من كده، فهنقدر في الوقت ده اللي يبقى عندنا طاقه استيعابيه وروم كيز افيلبل تسل يبقى ارقامها اكتر من كده، هنقدر ساعتها نستضيف معارض ومؤتمرات ومهرجانات كبيره جدا على غرار اللي بتقام في العاصمه الاداريه الجديده او في شرم الشيخ او في الغردقه. وحضرتك بتتكلم عن سياحه المؤتمرات او كل الفعاليات اللي بتنظم في مهرجان العالمين السنه دي، ده عايز زي ما احنا بنتكلم عن طاقه استيعابيه للفنادق، عايز يعني بشر يشتغلوا طبعا ويقدروا يكونوا مدربين على اعلى مستوى علشان نتعامل مع زوارنا بكل درجات الاتقان في العمل. ازاي بتتعاملوا مع ده؟ هل مثلا في برامج تدريبيه مثلا بتحصل قبل الصيف سواء للعاملين داخل المؤسسات دي، او حتى كمان عايز اسالك بتقدموا برامج تدريبيه مثلا للشباب اللي بيفكر انه عايز يشتغل في السياحه مثلا لكن هو لسه ما اشتغلش، بتوفروا ده ولا لا؟ طبعا احنا عاملين بروتوكول تعاون كبير جدا من السنه اللي فاتت وبنكمله السنه دي مع جامعه اسكندريه كليه سياحه وفنادق ومع الاكاديميه العربيه برضو كليه سياحه وفنادق، بنعمل تبادل مشترك ما بيننا وبين الجامعات دي، ان احنا بنقدر نودي الترينرز اللي عندنا في الفندق يدرسوا اكاديمي ويتمرنوا هناك في الاكاديميه او في الجامعه، وبرضو بنستقطب الناس في الصيف في برنامج تدريبي صيفي، ان احنا بنجيب الطلبه بتاعت كليه سياحه وفنادق بيتمرنوا في الفندق او في الفنادق اللي موجوده بحيث ان هم يكتسبوا خبره عملية مع الجانب الأكاديمي بتاعهم، وده بيساعد إن احنا نخلق كوادر مهمة وقوية جدا جدا في مجال السياحة وفنادق في كل فنادق مصر في الفترة الجاية إن شاء الله. ده شيء عظيم جدا الصراحة. عايزة كمان أسألك الفعاليات اللي بتحصل واختلافها ازاي ده مؤثر في الموسم الصيفي ده، وانتوا كمان مخططين ايه لبقيه الموسم الصيفي؟ احنا بنتكلم على انه المهرجان مستمر لحد 26 اغسطس ويعني بيقدم تجربه صيفيه استثنائيه واجواء فريده الحقيقه من نوعها موجوده في العالمين. هي لما فكرنا في فكرة المهرجان في الأول طبعا هو أي مهرجان بيتعمل في مصر أو خارج مصر بيتركز في الجانب الفني، سواء المهرجانات أو سواء الحفلات أو المطربين، فإحنا فكرنا أن احنا نعمل مهرجان عالمين مختلف تماما، أنه يغطي كل الهوايات الشخصية اللي ممكن تجتذب بيها أي سايح سواء مصري أو أجنبي أو عربي أو خليجي. فكان ساعتها عملنا الطيران، بطولة الطيران، وعملنا بطولة الفولي اللي على الشاطئ، وعملنا البطولة بتاعت الكورة اللي اتعملت الأسبوع اللي فات، وطبعا المهرجانات اللي موجودة، الفنانين الكبار اللي من كل العالم الناس بيجوا عشان يحضروا ويتفرجوا على فنانينهم بصورة مباشرة. بتمنى لكم طبعا يعني مزيد من التوفيق، ويبعث كده مهرجان العالمين برسائل المتعه والسعاده والبهجه طول الوقت للناس. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عمر مدير قطاع التسويق والمبيعات بفندق ريجل هايتس، شكرا جزيلا على وجود حضرتك. شكرا لحضراتكم وشرفتونا في مدينه العالمين الجديده، ونتمنى على طول تبقوا موجودين معنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.